شو قصدك؟ سيد سامي، عادي انه جزدين مرتك وموبايلها يكونوا مع السيد عامر بالسيارة؟ انا قلت لك انه فرح امبارح كانت نايمة عند خيها، وبجوز عامر بالصدفة هيك مرق على النادي، بعدين سيارتها كانت واقفة برا، يمكن تكون توقفت وهو وصلها بطريقه او ما بعرف صراحة، مش عم بقدر ركز حتى ركب كل التفاصيل براسي، بس اكيد اكيد مش ما انت فكر. شوفي خيا اللي خبرتك عنه واحد مجنون وصاحب سوابق، وانا ابدا ما كنت موافق على علاقته فيه. المحكمة منعته انه يقرب من ولاده لانه كان خطير. انا خايف يكون هلا ازاها ونحن قاعدين عم نحكي بمواضيع ما لها طعمه ابدا. سيد سامي انا مقدر ظرفك، بس هيدا التحقيق بده يكفي. مدام لينا، انت بتلاقيها عادي انه مدام فرح تكون بسيارة زوجك بمكان هالقد بعيد؟ فرح؟ لا مو عادي، مو عادي ابدا. انا ما بعرف لوين بدك توصل، بس اكيد في تفسير لكل شيء عم تحاول تلمح له. خلينا بالاول نلاقي فرح وبعدين نفهم منك كل شيء. سيد سامي، اذا بدك نعرف شو صار مع مرتك بدك تهدى لنقدر نساعدك. انا ما بقبل تتهم فرح بغيابها وهي مش قادره تدافع عن حالها. فرح مرتي وانا بعرفها كثير منيح، فرح مستحيل تعمل هيك. بكل الاحوال الموبايل تبع مرتك صار معنا، كان حد السياره واقع على الارض ومكسور. هلا الشباب عم بيجربوا يدوروه تنشيل منه الداتا، هيك ممكن نعرف مع مين حكيت اخر لحظات. هذا الشيء بيساعدنا كثير. فيك تعطيني عنوان ابن حماك؟ بدي تشغل لي التليفون على السريع، عايز الداتا اللي عليه. قلت لك شغلتنا صعبه مع بورد مكسور، بس يمكن لقيت لك حل. كل اللي سمعتي ما له طعمة، أكيد في تفسير تاني. تعال نحكي برا شوي. بدي ضل معه لحالي لو سمحت سامي. Slow, slow, back, cross, cross like them. Okay, yalla, bad madra. And back, cross. Hi, Amir. Tfaddal. Yalla, nerja min ayin al-awwal. And slow, 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 cross. Backward, backward, side, close. Swivel, 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 swivel and close. كثير منيح. خلينا نرجع نجرب بعد مرة مع الموسيقى. فرح نحن لازم نحكي. فينا نطلع شوي بالسيارة؟ عن شو بدنا نحكي؟ وليه بدي اطلع معك بسيارتك؟ صباح الخير. باي، بشوفكم بكره. تلاقي الخير. اسمعيني مره واحده، انا ما بفهم شو بدك مني. ساعه بتبعت لي مساجات بنص الليل، ساعه بتحكيني حكي غريب عجيب، وهلا بلاقيك عندي بنص التمرين.
شو بدك؟ خلينا نطلع نحكي بالسيارة بعدين محلوا العالم يشوفونا واقفين هيك. أنا مرة مجوزة وبحب جوزي كتير، ماني مستعدة أخرب حياتي معه كرمال أي حدا بهالدنيا. تصبح على خير. اهلا وسهلا حضرة النقيب. اهلا. شاف في قهوة صغير. ما تعمل حسابي. شكرا. كنت بدي اسألك، ما صاير شي حديث انت والوالدة؟ يعني فيما يتعلق بموضوع فرح. كيف كانت تجي تنام هون تبرر غيابها عن البيت؟ هل تحجج هيدا يعني؟ دلال مش والدتي، دلال مرت بيي. وانا مقطعها ومقطعهم كلهم، وحتى فرح هيك على المناسبات لحتى اشوفها. او شو اسباب الخلاف بيناتكم؟ يعني هي دلال مثل الحيه، محرضتهم علي، وهن كلهم بيمشوا وراها مثل الغنم، فشوهت لي سمعتي يعني. الله يا سيد فؤاد، الفيشه تبعك ما كثير بتساعد كمان، يعني فيها ما يكفي من تشويه للسمعه. حضره النقيب، أنا صار لي سنة مبطل مشاكل وقاعد هون بهالضيعة كافي الناس خيري وشري. فيك تسأل عني مين ما بدك من أهل الضيعة. أنا عم حاول صلي حالي لأنه غلطت كتير بحياتي. صار لي سنتين ما شفت ولادي. وينهم ولادك؟ مع أمه، انجوزت واحد زنجيل وهو متكفل بكل شيء، يعني حاطتهم مدارس خاصة وعم بيجيب لهم كل شيء أنا ما أقدر أجيبه. هلا بدك تقول لي إنه ما في ولا خلاف بينك وبين فرح؟ بجوز كون واحد عاطل وعنده سمعة سيئة، بس بالنهاية فرح أختي، مستحيل أذيها. كل شيء عم يحكيه زوجها مش مزبوط. اللي بالضبط شو أسباب الخلاف بيناتكم؟ يعني هو حقود مثل الجمل، وهي ما عزمتني على عرس فرح، فقمت أنا حملت حالي ورحت بدون عزيمة، وكنت شربان شوي، وقعدت إجت هي قلعتني
يعني كبرت كلام، فأنا عطيتها اللي فيه نصيب، وبعدين تعلقت أنا وسامي وهاجموا علي وفيعوا كله مثل عشر ببير، واتهموني إنه أنا خربت العرس، وهو بعده حاد عليني يعني من يومه، وأنا بهديك الفترة كنت مطلق جديد وما عاد عارف حالي شو عم بعمل. هيدا كرتي، إذا سمعت شي أو تذكرت شي خبرني. ألو، المرأة مصاحبة واحد اسمه عامر الباشا وكانوا ناويين يتجوزوا. لبين ما توصل لعندي بكون تبعت لك مساجات. ماشي ماشي ناطرك. صباح الخير. صباح الخير. اهلا عامر. مش عامر، هدول فواتير الحديد ومعهم كشوف مثل ما عم تقولي. ما رح خبر الشرطه. احترم حالك، انا ما بسمح لك تحكي معي بهالطريقه. تفضلي فرجيني عرض كتافك. اذا نايم اطلعي من هون. يلا اطلعي. شوفي ليش عم تعيط انت ولارا؟ لارا لارا، مو معقول مو معقول، ولا مرة خطر ببالي إنه ممكن يكون في بيناتكم شيء. مش أنت بس، ما حدا كان رح يخطر على باله. لو ما هي هلأ تتحيون، مش معقولة هالبنت كذا مرة صرت حكيها. يا لارا ما بيسوى هيك، إذا أنا وياكي أصحاب ما فيك تستحملين وتسرقي مصاري، حتى بلشت تسرق مبالغ كبيرة كمان. خلاص هي هيك بترجع بتزبط كل الحسابات إن شاء الله إن شاء الله. بس أنا لحد هلأ ما عم بفهم كيف ما حدا اشتلق عليكم. لك ما حدا لقطكم. سلال انت، واحد سلال، سلال ومخبى بتيابك. لا يا شريك مش هيك القصة، بس الإنسان على كثرة النسوان بيضطر أوقات يخترع أشياء حتى يخبي على قدره. مرة في وحدة من النسوان جننت لك إياها، شكت فيي، ضلت تلحقني حتى كمشتني بهونيك أوتيل بالجرم المشهود. قلت لي كيف بتعمل هيك؟ لك شو صاير لك؟ قال لي انا شو بكي؟ لك انت مش انا يا عمي، مش انا. قلت لي كيف مش انت؟ انا شفتك بعيون. قال لي يا عم شو قصتك؟ مريضه؟ لك روح لعند حكيم نفسين. لك هيدا مش انا. حتى اقتنعت وراحت لعند حكيم وطلع معها هزهيين انه هي عم بتشوف شوفات. الله وكيلك هيك. يعني جننتها للبنت. ها جننتها، فظيع فظيع. يعني هي مريضة وفيها شيء ما اجت؟ لا لا، بس مواعيدها مش ظابطة، غيرنا البروجرام، صار تنين أربع جمعة، وفي بنت جديدة اسمها لارا أخذت مطرحها. طيب أوكي شكراً. شوفي هذا التليفون تبع مرتك، صار فيك تستلمه. سحبنا الداتا كلها عنه بس محيناها عن التليفون. رح نحط اعلان بالجرايد مع صورتها، يمكن لما صار الحادث تكون فقدت الذاكره، هيك اذا حدا شافها بيخبرنا. انا بدي المسجات، بدي اقراهم. بعتذر منك ما بقدر. عمي أنا حياتي اللي عم تخرب. أنت حط حالك محلي. أنت رجال وبتعرف أنا شو عم حس، صح ولا لا؟ قلت لك ما بقدر. هذا أساساً منه مصلحياتي.
شو بدك بهالشغله؟ رح تتضايق كثير. فرجيتك التيكتس. كانوا ناويين يسافروا سوا. سمر في نسوان بيروحوا مرة واثنين وثلاثة وبيرجعوا بيجيبوا خمس أولاد. هو أول حمل صعب يثبت. وسمعت شو قال الحكيم. كله من الهرمونات بالأكل. أنا ما بقى بدي أحمل مرة تانية. إذا أنت بدك أولاد فيك تطلقني وتتجوز مرة تانية. بحق لك يكون عندك كل هد. شو صار لي كلا؟ هلا شوي صغير بترتاح ونرجع نجرب مرة تانية. عم قل لك ما بقى في مرة تانية. سامي شو بك؟ لا ولا فرح؟ احكي لي ولا فرح بها شيء؟ شو هول؟ كانوا مسافرين سوا على مدريد. حجيت مهرجان التانجو يدي قلتنا عنه. هو كان قايل لمرته انه مسافر على قبرص. بس ما لحقوا يسافروا. اختي كانت مصاحبة عامر الباشا. سمر لازم تاكلي. انت
كنتي اختها وكنتي شايفه كل شيء. انا بستاهل اللي عملته فيه. قولي لي بستاهل؟ لازم تروق سامي وتقوي حالك على القليل كرمال ابنك. انت حاسه فيي؟ انت حاسه انا شو عم حس؟ خانتني اختك، خانتني. الانسان في يغفر لاي شيء بهالدنيا الا للخيانه. اختك دمرت لي حياتي، كل شيء نهار. على قد ما انا حبيتها وعلى قد ما وثقت فيها، هي غدرتني. ليش عم بيصير فيي هيك؟ ما بعرف. امبارح كنا سوا، امبارح كنا سوا واليوم مش مع بعض. اليوم ما بعرف وينها. انا زعلان كثير على حالي، كثير زعلان على حالي. شو بك ليه ساكتة؟ ما في عندك شي تقوليه؟ فرح غلطت، بس الغلطة من الأساسي غلطتك أنت. غلطي أنا؟ سامي أنتو ما كان لازم تتجوزوا. أنت من الأساس عارف أنه فرح منا لإلك وتجوزتها، وكان لازم تتوقع بيوم من الأيام أنه تتركك أو تعمل اللي عملته. ألو سامي، صباح الخير. حسيت على حالي كيف نمت امبارح، كنت تعبان كثير. انت احسن؟ Thank you.
30 ما هي مزبوط. يلا هي 5 إلك. ميرسي. صباح الخير سيدنا. ايه شفت الاعلان. يلا بركي بيعطي نتيجة. نص ساعة بالكتير بكون عندك. ماشي ماشي. هلا هي هي المرة اللي عم تدور عليها؟ هي هي. وجهها بريء مثل وجه بنت صغيرة، ما تخيلتيها هيك؟ كيف يعني هيك؟ هيك يعني وجهها يكون بريء. ليش اللي بيخونوا في إلهم شكل يعني؟ ما بتعرف شو صاير معه. هيدا اللي حابب اعرفه. انت اكيد احسن؟ المهم هلا خبرني وين معقول تكون. شو رايك بعمل لك ترويق انه تروق صبا ونحكي؟ لا لا ما بدي اكل مش هون. بس قلي وين معقول تكون مختفيه؟ ما بعرف. بجوز تكون ضايعه. يمكن فقدت ذاكرتها من الحادث. يمكن تكون مخطوفة. بجوز تكون مقتولة. مقتولة؟ قصة فيها خيانة. كل شيء وارد يعني. معقول يكون جوزها اللي قتلها؟ زوجها. أو مرته للشخص اللي كانت معه. يمكن اثنين. هلا بكير نزلت اتهامات بس على الأغلب هيك. هلا المهم أنا ما رح أتأخر. إذا عزتي أي شيء دغري اتصلي فيي. بدنا نشوف الحكيم خليه يكشف عليكي. مرت الجاي بس تحبلي ممنوع تقومي من الفرشه. ما عم صدق. ما عم صدق ولا عم بعرف. يعني ليش هيك عمل؟ ما في ولا سبب. ما في شيء بدون سبب. انسى انه عامر ابني. انا عم بحكي معك هلا من مره لمره. وبعرف بشو عم بتحسي. واميني من سرت رجال. كلهم خاينين وعينهم لبرا. واذا صح لهم ما بيقصروا. بس بتقديري يمكن مشكله تكون مش هي. لكن وين المشكلة؟ ما بعرف. عامر منه هيك. منه من هيدا النوع تبع المكسب. لا هيدا معدنه ولا هيدي طينته. وليش عمل هيك؟ ما بعرف. كل اللي بيهمني تعرفيه انه شو ما صار انت بتضلك بنتي وابن حفيدي. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. صار معكم شيء؟ لا ما صار شيء. الو الو هنا فرح؟ ألو فرح؟ فرح؟ شو صار؟ شو صار انقطع الخط؟ رجعت لبها بسرعة. اتصلت من رقم برايفت. حضرة النائب؟ اتصلت فيه فرح هلا. ايه ايه فرح اتصلت. اتصلت على رقم تليفونها برايفت. ايه فرح بعرف صوتها انا. طيب اهدى اهدى خليك على التليفون انت.
بس ترجع تحكي معك دغري احكينا. يلا باي. الو مين؟ خير؟ برأيك الوضع مناسب لتسألني كم سؤال؟ خلي يكون عندكم شوية ذوق. صحافي بده يسأل كم سؤال. أنا شيكت على المطار وعلى كل المنافذ الحدودية، هيئتها منا مغادرة البلد. إذا حظنا منيح بنلاقيها لفرح حبيبي وبنفهم منها هي شو اللي صار. أو بنلاقي جثتها. طالما في خيانة يعني في جريمة عاطفية. أنا برأيي واحد من اثنين، يا سامي يا لينا. ما تستعجل الأمور. خلينا نعرف كل شيء عن عامر باشا وفرح حبيب. ما نستبعد الاحتمالات الثانية. هلا أنا على كل حال حطيتهم اثنين تحت المراقبة، ومش مطول أستدعيهم على التحقيق. شو بك؟ بشو شاري؟ أعطيني دقيقة وراجع. ألو، كيفك سمار؟ لا 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 ما في شيء، بس عم اطمن عليكي. أكلتي؟ صحتين. إذا عزت شيء حكيني. باي. سيبنا في مرة بدها تحكي معك ضروري، بحولك تليفون على مكتبك؟ قالت كرمال شو؟ لا. اسمعني. الو كيفك سامي؟ انت وين؟ ليش شو في؟ وين؟ ايه 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 بعرفه. يلا مسافة الطريق يكون عندك. يا رب يا رب يا رب يا رب. ايه لينا لقيوا فرح. Thank you. Thank you. Hi, Amr. Hi. أستر بيازولا موسيقته حلوة كتير. أي أكيد موسيقته حلوة كتير. وبعرف إنك عندك إياه. إنه كان عندي إياه أيام السيديات بس موجود على الإنترنت. يعني كأنه عم تقولي إنه منيتك على حالك وما عملت شي جديد. لا مش هيك، بس إنه حلو كتير. ميرسي كتير. أنت ما بتيأس؟ لا ما بيأس. أنا لازم أمشي. Thank you.
نقزتني ما سمعتك انت وفيا. كيف بدك تسمعيني بصوت الموسيقى هذا عالي؟ روحي وطي روحي. انا كثير جوعان. دقيقتين وبيخلص الاكل، فوت غسل ايديك. عالمجله عالمجله، كم مره صرت قلت لك عن هالموضوع يا سامي؟ مثل بعض هلا. شو مزاج رايق اليوم؟ ايه مبسوطه كثير، حكيت لينا وعرضت علي نفتح نادي رقص سوا، هي بمصريتها وانا بشغلي والارباح تلتين بتلت. شو؟ شكله ما عجبك الموضوع؟ صراحة ما كتير عجبتني، يعني انت عم تشتغلي وماشي حالك. انت بدك ياني ضل اشتغل عن العالم ما فكر بشيء اكبر او احسن. قول لسامي، قول انه بدك ياني ضل محلي وما اتقدم. انا بدي اياك تضليك محلك؟ انا دفشت بدفش على الشغل. شو نسيتي شو عملنا عميل لو وصلنا لوئام ابراهيم وحكينا معه كلمات تشتغلي عنده بدون شهايد بدون خبرة، ولما وافق انت بطل بدك وحرجتيني قدامه. كان بدهم يستغلوني يشغلوني مثل الحمارة بتراب المصاري، وقلت لك بوقتها انه انا ما ارتحت له لهيدا وئام، بس انت دائما بتحب تكسرني. انا بحب كسرك؟ خلاص خلاص سكري على الموضوع. انا خادمة عندك يعني بقعد بالبيت. قلت لك سكري على الموضوع خلاص. حلوة الموسيقى كتير. حلوة. لمين هذا السي دي؟ شو هذا اللي مكتوب عليه؟